منورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكلة قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشة والوقت وقتك. ده بيتهيألكم، حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جاية من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. وانت في حاجة بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ وانت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط، انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، تعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول وعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك، علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بتلاتة اربعة جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره، مالك انت لو رقبت يوم مش هلاقي. صب لي يا دكتور، صب لي ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر عبور جاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل السهره بلوش. صحيح. ايه الحلقه يا هاني؟ هتنزل طبعا. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغير حكيته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكة 1000 جنيه. افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المره دي. ها خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ اسمعها بقى. لا ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي؟ لازم البني ادم يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطه دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام وهشيل سكينه الكهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ ابو سمعتنا خميس. سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعه. استر يا رب، ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب ايه السطح؟ يلا يلا اتبع السطوح. انا اسف والله يا عبد الصمد افندي يا اخويا، لكن انت عارف ده شغلنا ودي مسؤوليه. ايه في ايه؟ انا مضطر احجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبه البيت انهار السيد متولي طالبه الحجز. انهار؟ ده احنا كويسين قوي مع بعض. والله انا لو معايا فلوس ما كنتش اتاخرت. لا لا يا حاج باش محضر، وانت ذنبك ايه؟ اتفضل احجز. لا يا عماتي لا، مالكش حق ابدا. يوه كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه؟ راح يخطب بنت الجزار. ان ما كنت اجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي ازاي بس يا عماتي؟ اولا ابوه طرده، ثانيا لما نحجز على ابوه يجي ازاي هو بس؟ مصير والصلاح على ابوه، وهو اللي يضغط عليه. يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عماتي انا ما اقبلش حاجه زي كده ابدا. المهم هحلها ازاي بس؟ أني خايف لا يلاقونا. آدي يلاقونا فين يا ابني؟ ده القاهرة 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. إيه المفاجأة دي؟ إزيك يا كمال؟ إزيك يا إبراهيم؟ إزاي؟ إزيك يا سامر؟ إزي أحوالك؟ أهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفة المطواجي اللي في الحارة دلنا على الأستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك إنك لازم تيجي الكلية. أيوة بس حوري وش للزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكليه يا اخوانا؟ وانت ذنبك ايه؟ راجل قليل الادب. انا رايي من راي الزملاء، ما حصلش حاجه يعني. ده ثابت ابراهيم زمايلي في الكليه. ايوه ثابت. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستاذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل اوصلك. سلام يا كمال. انا جاي معاك اوصلك. كمال خميس. اهلا نمداني. اما جبت حته حشيش انما ايه؟ خالص. ايه مين دول؟ مخبرين؟ لا لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام.
ما جبت حته حشيشه. مع السلامه يا ابراهيم. مع السلامه يا سالم. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عم مصطفى؟ وادي يا كمال. وادي يا كمال، حضرتك بتندى عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يا عم. الحاول رجاله بس. اجري انا اشوف مين اللي قتله. هو فين؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال. قالوا لي ايه؟ ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش انت. مات؟ مات قتيل؟ مات فطيس؟ تقدر تستلمه من مشرحة. كمال كمال اخويا كمال، والله العظيم هتقتل منه مشرحة. يا خميس. مين؟ خميس. مين؟ تعالى تعالى يا خميس. تعالى يا خميس. تعالى. هو ده العبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي انت كمان؟ انا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات انت كمان. كمال كمال صاحبي. كمال كمال. ازيك كمال؟ ازيك؟ انت ولعت يا مرة. تعالى هنا. دي عاملة تعمليها؟ اقول لك كمال تقولي لي مات؟ انت تقصد ده؟ يا اختي ده انا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثة امبارح ومات. متأسفة. متأسفة؟ تموتيه وتقولي متأسفة؟ اتفضلي عند قلبي. اتفضلي. عملوها فيك الانداله، والحل ايه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين والسن بالسن. انت ناوي تعمل ايه؟ انت قد الراجل الجبار ده؟ يا روح ما بعد بروح، هستنى لما يخلص عليا. بس ما فوق. طب بس بس اخويا، بس بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي، لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما نامتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي، اصلها بتعزكوا قوي. صحيح صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكر شوية يا انهار. افكر في ايه بس؟ بقول لك ما نمتش طول الليل. ولا انا. ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا، قربت اخف. السلامة ان شاء الله يا ست منى. بقول لحضرتك ايه، انا هرجع الكلية. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكلية دلوقتي. يا بابا حرام عليك، السنين الطويلة اللي قضيتها في الكلية تضيع علي هدر. ما هو انا ما اقدرش اخليك تروح الكلية وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل. انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطة. حاضر حاضر يا بابا، بس اروح الكلية.